لكن مهم جدا نعرف بعض الاخبار من سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء برحب بحضرتك. كابتن شادي ازي حضرتك يا كابتن؟ طبعا احنا بنشكرك على المجهودات والتنظيم، وعارف النهارده الاستاذ وليد مهدي في اسكندريه عشان الاجتماع الامني اللي حضرتك كمان هتحضره يوم السبت، وقلت لنا ايه الجديد سياده اللواء؟ هو لسه راجع، انا كنت على اتصال بيت الحقيقه، وهو دلوقتي ابواب الاستاد هتتفتح الساعه 11 وهتقفل 6 ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للناس، بالنسبه للجمهور، في جمهور معاه بطاقة الجمهور مع التذكرة، وفي ناس خدت التذكرة من على النت، اللي هو المجموعة اللي لسه ما طلعتش بطاقات. تمام. طبعا سعر التذكرة مختلف زي ما حضرتك عارف. اللي معاه اللي معاه البطاقة سعر تذكرته 26 جنيه، اللي معهوش البطاقة سعر تذكرته 55 جنيه. النقطة دي مهمة جدا اللي هقولها دلوقتي عشان اتفضل الناس محدش يزعل. اللي معاه التذكرة ب 26 جنيه ومعهوش البطاقة بتاعة الجمهور مش هيخش المباراة. مش داخل المباراة. لأن دي كده احنا حاسبينها إن ده واحد خد تذكرة ب 26 جنيه وراح باعها لواحد تاني بسعر تاني، لا ما ينفعش. وده كلام محترم عشان توقف الفساد والسوق السوداء والناس اللي بتاخد حقوق الناس. خدت بطاقة وخدت تذكرة ب 26 جنيه، إذا حضرتك شخصيا مش رايح ما تروحش، وما تدهش حد إنك مش هيخش. ده كلام محترم. ده كلام محترم. دي نقطة مهمة جدا الناس لازم تبقى فاهمها كويس قوي قوي قوي. إنه اللي معاه بطاقة تاني التذكرة اللي ب 26 جنيه ومعهوش البطاقة البطاقة بتاعت المباريات مش هيخش المباراة. تمام. واللي معاه بطاقة بس من غير تذكرة مش هيخش برضه. تمام. أكيد طبعًا أكيد. بسيادة اللي هو 50 جنيه هيخش ده عادي. خلاص يبقى فهمنا من حضرتك، اللي خدها ب 26 جنيه اللي هو طلع البطاقة والبطاقة معاه عشان كده هو خدها ب 26 جنيه، لازم ترفق بيها البطاقة بتاعتك تقول له اتفضل عشان نمنع اللي هو ياخد التذكرة يروح يبيعها ب 100 و150 عشان نوقف السوق السوداء، وده كلام أنا موافق عليه 100%. كمان خليني أحيي حضرتك على الفكرة، لأن النادي الأهلي دايما سابق بخطوة وخطوتين وثلاثة ومليون، والنادي الأهلي بيدي درس دايما للجميع. الناس كانت بتنتقد، شفت أحد كان مش هقول الاسم يعني، كان موجود وشغال في الوزارة قبل كده ومش فاكر منصبه، كان طلع وانتقد السيستم اللي عامله الأهلي. طب والأهلي عامله ليه واستفيد ايه؟ وفي جماهير حضرتك يا فندم، وكويس اللي معانا سياده اللواء شيرين شمس عشان جه اليوم اللي نقول لحضرتك ما حصلش زحام عند النادي الاهلي، ما حصلش تكدس، بنحترم الاهلاوي المشجع الاهلاوي، بنحترمه وبنكبره اللي هو بيحجز عن طريق الانترنت، كمان الاهم اللي ما حصلش سوق سودا. عايز تقول حاجه في المنطقه دي تاني يا سياده اللواء؟ حضرتك طبعا حضرتك بتقول دلوقتي ده انا بسمعه ولا بهتم بيه. احنا بنشتغل وما بنبصش بقى، دي ينتقد ينتقد. على فكره يا فندم اللي عنده نقد بناء وفي فكره جديده بالعكس ده انا مش يتكلم يشرف، واحنا ناخد بالفكره اي مكان هو مين. لكن هو الانتقاد هو فيه ايه؟ هو لا الكلام ده خلاص ما بقاش نسمعه. في حاجه مهمه ثانيه حضرتك، اتفضل يا فندم. الجمهور اللي هو اللي معاه بطاقه اللي هو الدرجه الثانيه، او الجمهور اللي هو خلف المرمى الدرجه الثالثه، يعني هي التذاكر ال 26 55، كل ده هيجي عن طريق الصحراوي، على الطريق الصحراوي الى الاستاد مباشره، عشان ده ناحيه دخولهم الباب بتاعهم اللي هو باب 10 الاول. يعني الباب الاولاني بتاع باب 8 ده من مدخل الطريق الصحراوي. المقصوره والمقصوره الاماميه واعضاء مجلس اداره هيجوا عن طريق الصينيه اللي عند واحد خطاب، عشان نفصل دول عن دول، عشان نسهل شويه نبعد الاولى عن، يعني مش مساله نبعد مين عن مين، لكن مساله هننظم الناس ما يبقاش ال 50,000 في حته واحده. تمام. فدي حاجه ثانيه برضو الناس اللي بتروح هتبقى فاهمه اللي انا بقوله كويس. فبرضو نلتزم بالحته دي عشان نسهل على بعض. تمام. الحقيقه الناس في الامن احنا طلبنا انه جمهورنا جمهور واعي. ان ما يبقاش احنا اللي طلبنا، ما يبقاش جوه الملعب في اعداد كبيره من الامن المركزي، لانه المنظر بيبقى شكله زي ما نكون احنا داخلين ساكنه ولحدك عايزين نعمله وبتاع. مش عايزين ندي احساس لاي جانب او اي حد تاني ان احنا يعني احنا مش جمهورنا بيامن نفسه وجمهورنا واعي قوي. فالتنظيمات اللي جوه بقى والناس مش هينزل الملعب تحت الا المصورين اللي خدوا الاي دي
والناس اللي حاملين الاي دي اللي طالع من النادي الاهلي، اي حد تاني مش هيقرب من باب، عشان حضرتك الفريق التونسي وده حقهم برضه، هو كل واحد بيحافظ على فرقته. هم بعتوا جواب رسمي لاتحاد الكوره، الاتحاد الافريقي اسف، وبعتوا لنا جواب رسمي ان هم بيخشوا على فرقتهم ان يتكرر ما حدث في مباراه مصر الاخيره، الناس اللي نزلت الملعب الكلام ده كله، فمش هيقعد على الدكه الا اللي في اجتماع فني ان شاء الله برضه، الا اللي معاه الاي دي، ومش هينزل الملعب اللي معاه الاي دي، وهيبقى الناس محسوبه بالواحد اللي هو الملعب، ومش هيصرح لحد انه ينزل مش الملعب، انه ينزل في الترسان، عشان مش هنسمح لحد خالص ان يبوظ لنا النظام، ولا هنسمح لحد خالص ان يبوظ منظر البلد، مش النادي الاهلي، منظر البلد. وده اللي يهمنا سيادة اللواء. النظام النظام حلو، واي دوله هتلاقيها ناجحه هتلاقيها النظام وكل حاجه بتطبق على الجميع. وانا متفق معك كمان جمله حضرتك قلتها، بنثق في جماهير النادي الاهلي اللي هي كل مباراه بتروح بتدينا درس في الانضباط الايام الاخيره، الناس بتفتش وهي داخله، العلاقه كويسه، العلاقه محترمه، الناس بتدخل في امان وتخرج في امان وبتدخل تشجع فرقتها. ده كان سبب من وجهة نظري في زيادة العدد انضباط جماهير النادي الأهلي، لأن طول الوقت خلينا نتكلم بصراحة كان في تخوف عند بعض المسؤولين خصوصا من جماهير النادي الأهلي اللي هي بصراحة رفعت راسنا وشرفتنا وخلتنا نطالب بكل قوة. عايز اتكلم مع حضرتك، خلاص نقفل بقى قصة الجماهير، عملنا اللي علينا، الجماهير كمان انا عارف اللي هتعمل عليها واكتر. عندي موضوع ما كنتش حابب اتكلم فيه النهاردة مع حضرتك، لكن سريعا كده عشان نعرف بس الجماهير اللي حصل، لان انا عرفت ان مجلس الاداره اتحرك بمنتهى السرعه في لاعب في كره اليد المفروض راح يمثل مصر وما سافرش مع الفريق لسبب بعض التصاريح. الموضوع خلص ولا لا؟ واسم اللاعب ايه يا فندم؟ بص حضرتك، هو يعني الموضوع يعني مع رئيس مجلس الاداره، لان يعني في نظام في الوزاره، وهو يعني قصه بتنتهي ان شاء الله باذن الله. ان اللعيب بتاعنا باذن الله ان شاء الله يحصل ان شاء الله. إيه اسم اللاعب يا سياده اللواء؟ طب انا اقول لك اسم اللاعب حالا يعني. طيب اتفضل. اه عشان برضو ايه نبقى خلي بالك، انا ما فيش حاجه اسمها نما الى علمي، انا معلوماتنا اكيده. فعشان حضرتك توضح ونقف جنب الناس كلها، عشان انا عندي حاجه في الموضوع ده حابب اقولها بعد شويه. لا بص بص يا كابتن شادي، ما حدش قال انه اصل حكايه نما الى علمنا دي كلام يعني انا ما بحبش اسمعه، او غير نما الى علمي، اصل قالوا لي وسمعت حضرتك. واحنا زيك واحنا زيك ما بنحبش قالوا له، وده فكره قالوا له دي مش بنحبها. وبعدين تدير بلبله وتتكلم في موضوع انت لا شفته ولا سمعته، وتلاقي الناس عماله تتكلم فيه، وتروح مدخل مش عارف مين فيه. يعني الكلام ده اللعيب حضرتك اسمه ممدوح طه الحسيني. تاني معلش يا ست اللواء، مين؟ ممدوح طه الحسين. ممدوح طه الحسين، تمام. تمام. فقالوا له دي مش معلش يعني في المسرحيه بس مش في النادي يعني. طيب اخيرا يعني عندي حاجتين سريعا كده. الكابتن سمير عدلي انا عارف اللي هو كان تعبان شويه، طمني عليه يا ست اللواء عامل ايه؟ لا الحمد لله دلوقتي احسن، وباذن الله ربنا يكرمه وهينزل ان شاء الله. تمام. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أسأل حضرتك فيها تخصني أنا، أنا الطبيعي لما أي نجم كورة بيروح استاد بيدخل أو بتاع، هو النادي الأهلي بي 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 بتحطه كم واحد في العدد اللي داخل للمباريات في الدوري؟ أنت بتفتح الموضوع تاني. لا مش بفتح، لا خلي بالك، أنا مش زي الناس كلها، انا بقى بمسك في حاجه ما بسيبهاش غير لما مبين الناس الحقايق، وانتوا الحكم مالناش دعوه. بس انا حاجه معلومه ليا انا شخصيا، انت لما كل مباراه في الدوري ليك. بس انت برضه اصلك انت بتسال الشخصيه، مش قادر اقول لك شخصيه غلط، لان انا يعني لا بعرف اخبي ولا بعرف الكلام ولا بزوق. حضرتك انا الكشف بتاعي بحط مجلس اداره، وفي 50 عضو من النادي الاهلي بيروح 50 عضو. تمام. طيب ال 50 عضو ثابتين؟ الاليه، انا اقول اليه دخولهم ايه؟ اولا حضرتك عارف الناس كلها اهلاويه، والناس كلها بتحب تروح ماتشات الاهلي، لكن طبعا في الغالبيه العظمى بيحب يقول لك انا ما اروح لغايه السلام، انا بحب اتفرج. ال 50 دول حضرتك بيروحوا الماتشات اللي هم مين حضرتك؟ احنا يعني في مجموعه بتحب تروح، في مجموعه بقى لها عمر بتروح المباريات يا ست اللواء. بالظبط يا فندم.
فاحنا يعني لما العدد بيزيد حضرتك بتروح المره دي، معلش الماتش الجايه يعني حضرتك ما تروحش، يعني اروح بقى كابتن شادي يروح، يعني فاهم الكشف بيتدور زي ما بيقول. والاولويه برضو عشان بس ابقى حقاني، ولما كان في حضرتك عارف كان في سيزون تيكت اللي هي ب 10,000 جنيه في استاد القاهره، ايوه طبعا، مباريات النادي الاهلي، كان في مجموعه بتشتري التيكت دي حتى لو ما بتروحش. ده انا عارفهم واحد واحد. انت عارفهم بالاسم، منهم انه بيزود دخل النادي بتاعه، ومنهم انه يبقى ضامن مكانهم بيحب يروح مباراه. اعتقد الراجل اللي كان بيدفع هذا المبلغ من 8 9 10 سنين من حقه انه يروح الماتشات، لانها التذاكر بدون فلوس. وهم قالوا اعمل التذكره يا رب كل ماتش ب 1000 جنيه هندفع 1000 جنيه، بس انا ما اقدرش مباراه بدون تذاكر ان انا طبعا ندفعهم للنادي. قلت لهم لا، ما باخدش فلوس بدون اساس وبدون نظام، فالناس دي من حقها تروح. طيب لما يجي واحد، وانا قلت اسمه امبارح، خلاص مش هقول اسمه برنامجك عشان يعني اسمه مش محتاج يتفادوا كتير، ما راحش ماتش، واكتشفت ان هو حضرتك بيحط اسمه عندي واسمه في اتحاد الكوره، هو حضرتك بتحجز مكانين؟ يعني بتحلق؟ لا، بدل بتعرف تحط اسمك في اتحاد الكوره، سيب الناس بتوعي يروحوا بقى، سيبهم يروحوا. وخاصه ان الماتش اللي قبليه بتاع الترجي اللي هنا هو كان في مكتبي وطلب مني تذاكر، قلت له اتفضل التذاكر. وانا عايز بقى ان انا بغلس او امنعه او زي ما اتقال امبارح عشان هو سلم. طب كابتن اللي هو انا اسف، اتفضل. الكابتن محمود الخطيب لما بشوفه انا شخصيا ده راجل صديقي وصاحبي وحبيبي، يعني ايه سلم على محمود الخطيب؟ لا عايزين معلش يا سياده اللي هو، خليني اقول حاجه في النقطه دي. انا الكلام ده ما بيمشيش معايا خالص الكلام ده. يعني أنا معلش، أنا عندي سؤال لحضرتك أخير مهم جدا بالنسبة لي، وأنا هعلق على الكلام ده كله. أنا عندي سؤال لحضرتك، وأنا عارف أنت بتتكلم معانا دايما بصراحة، لما حاجة مش تقدر تعملها بتقول لنا لا دي أنا مش هقدر أعملها، حتى في حاجات في الكواليس. قولا واحدا حضرتك، الاسم اللي اتقال امبارح بتاع حضرتك منعته ولا لا؟ لا، وعايز يطلع أقول إن أنا منعته. سيادة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي المحترم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.